حلقة جديدة من برنامجكم التفاعلي اليومي تواصل دوت كوم. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين الكرام أينما كنتم، والبداية كما تعودنا نطلع وإياكم على العناوين ثم نذهب إلى ما تتضمنه من تفاصيل. البداية ستكون مع تواصل معاناة طلبات المدارس في ظل الإهمال الحكومي لخدمات الطرق والبنى التحتية المؤدية إلى مدارس الطلبة. بعد ذلك نتابع مقاطع نشرها نشطاء عراقيون عن تحويل أعمدة كهرباء إلى مزارات ومقاصد للدعاء ومطالبات بتجنبها، ثم إلى واقع ماء الإسالة الملوث الواصل إلى أكثر من محافظة، وهذه المرة نتوقف عند محافظتي البصرة وميسان. أما الختام فسيكون مع التعويضات المدفوعة لمربي الأسماك بمحافظة بابل، ومواطنون يؤكدون أن هناك تمييزاً واستبعاداً لكثيرين منهم من التعويض. أهلاً بكم من جديد. البداية مع مأساة ومعاناة طلبة إعدادية النجف بسبب مياه الأمطار وانعدام الخدمات البلدية والاهتمام الحكومي. السلام عليكم، شلونكم وشلون صحتكم؟ هاي من الباب مع الإعدادية النجف المهنية. هاي يوم الخميس مطرت، جمعة وسبت عطلة، اليوم أحد. شوفوا هاي قبالكم ما يعتاد أسولف، شوفوا يعني هسه أنا أريد أعبر، أنا هسه أريد أعبر ذيك الجهة، أريد أروح من هناك أخذ كي سايق جاني من هناك. هاي شلون أعبر؟ شوف هاي من هنا وهاي من هنا، شوفوا هاي والله شلون أعبر هاني هسه. لا حول الله. شوف هاي خميس وجمعة وسبت، وين التربية مال النجف؟ ما زلنا في ملف معاناة الطلبة أثناء ذهابهم وتوجههم إلى مقاعد الدراسة، الآن إلى سيارة تقل أطفالاً ذاهبين إلى مدارسهم، وهؤلاء الأطفال من محافظة البصرة. السيارة علقت في الطريق بالأوحال، تعالوا نتابع. هاي طلاب المدارس سيارتهم نازلة طامسي. هاي السيارة بها طلاب مدارس. يلا وين المسؤولين؟ عمار الحكيم، مدرياهو، هاي السيارة كلها طلاب مدارس رايحين وطمست سيارتهم. كلها أطفال صغار. جاء في الحديث النبوي من سلك طريقا يلتمس به علما، لكن هذا الطريق تلتمس به سيارة هؤلاء الأطفال أو هؤلاء الطلاب، تلتمس به الوحل للأسف بسبب الإهمال الحكومي المتزايد كما يقول نشطاء عراقيون على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. الآن إلى معاناة طلاب مدارس قضاء العزيزية في واسط للوصول إلى المدرسة، تعالوا نشاهد وإياكم هذه الصورة. دولة فاسدة. Thank you.
في الألفية الثالثة وفي مفتتح عام 2019 يذهب الأطفال العراقيون إلى مدارسهم بهذه الوسيلة، بهذه الوسيلة من وسائل المواصلات إذا صح نسميها كذلك. الآن إلى نشطاء تحدثوا وقالوا إن جهل بعض المواطنين وبعض المنتفعين حول عمود كهرباء في البصرة إلى مقصد للدعاء كما يقول البعض. نتابع. السلام عليكم. طبعا ماشيين بالطريق أنا وزين العابدين صديقي هنا ولاحظنا شيء مختلف تماما. طبعا بالبصرة شبة عمود مال كهرباء شادين به علوقة ونذورات، ويبدو أنه هي هنا جاي يتبركون وجاي يدعون ويمكن تتحقق أمانيهم. يعني وين وصل بينا الحال؟ عمود مال كهرباء حديد نشد به بعض الوصل الخضرة القماش الأخضر، وبعض الوصل حتى وصل بهن دم على مود يدعون يم هذا العمود حتى تتحقق أمانيهم ونذوراتهم. زين هذا هسه اللي ياخذ مراده مثلا يعطي مراده هذا الكتيل مثلا هذا شنو يجيب له؟ يجيب له شو اسمه واير؟ شو يجيب له؟ هسه احنا خفنا انه خاف انه هاي التصوير مو جاي نصور خاف يشور بينا الضغط العالي. يعني والله العظيم من المضحك هذا الشيء. يعني عمود مال كهرباء احط به النذورات وادعي يمه كلها بدع وضلال واصور، وين وصل بينا الحال؟ وين وصل بينا البدع والضلالة؟ يعني احنا بلد الحضارات، بلد لنا تاريخ كبير جدا، وصل بينا الى بعض المتخلفين، اريد اسميهم بعض المتخلفين، انه يمكن حتى انه يدعون يم هاي الشبة ويعتبروها مزار حتى تتحقق امانيهم. حسبي الله ونعم الوكيل. قبل أن نذهب إلى مقطع آخر يدخل في ذات الإطار من هذه الخرافات، كما تعلمون أعزائنا المشاهدين هناك نشطاء عراقيون كتبوا عبر صفحاتهم أنهم يتطلعون إلى مزيد من الوعي وترك هذه الخرافات السيئة وصولا إلى إنهائها. نتابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الذكرى السنوية الأولى لحادثة العمود المقدس أقف الآن بالقرب من هذا العمود الذي لم يعد كما كان سابقا مقدسا. اليوم هذا العمود مجرد من قدسيته، لا علوقة لا حنة لا صندوق التبرعات اللي كانت تنباقي فلوسه وما نعرف منه اللي ياخذها، خالي من القدسية. تحس هيجي هيبة يا أخي، هذا العمود أصبح له هيبة، له احترامه، له كيانه، ينتل أقلها ينتل، كان ما ينتل متروس علوقة وحنة، هسه تحسه إلى هيك بد احترام خاص حالة حال بقية الأعمدة اللي موجودة. فشكرا لأهالي الرميثة اللي أعتقد أصبحوا على يقين كامل بأنه هذه الخرافات لا تسمن ولا تغني من جوع. وخلي عينكم بعين الله وتركوا الأعمدة والأشجار والكاروبات وغيرها من الأمور اللي موجودة سواء كانت بالمثنى أو بقية المحافظات العراقية. شكرا مرة ثانية لكل من أصبح على وعي كامل بما كان موجود هنا من خرافات وعادات وتقاليد لا تمت للإسلام بصلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الخرافة والجهالة ننتقل وإياكم إلى ماء الإسالة. حال الماء في المجمع السكني النفطي في منطقة البرجسية غرب البصرة نتابعه وإياكم. هذا الماء الإسالة بالبرجسية صار له 10 أيام على هالسالفة، نشتكي نحكي ما حد يسمع لحد. هذا هسه هذا الواحد شلون يستخدمه بالبيت ما أدري. اليوم 4/1/2019 حكينا نشرنا قبل كم يوم، صار زين يوم واحد ورجع مرة ثانية على حساب. الآن إلى واقع ماء الإسالة المخصص للشرب والغسيل في مدينة العمارة بمحافظة ميسان. يا أخوان يوم مزعون الراشي بالإسالة عشتدهم
فلوس تجيب لي سهلة، عاش يجيب لي سهلة. نعم 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 نعم. إلى كارثة أخرى، أو عفوا إلى موضوع آخر تذكرون، هو كارثة بلا شك يعني لم نخطئ. تذكرون كارثة نفوق ملايين الأسماك؟ على إثر هذه الكارثة هناك تعويضات ستصرفها الحكومة الحالية ويقرها البرلمان كما يشاع طبعا، وهناك حديث عن استثناء بعض المواطنين من مربي الأسماك من هذه التعويضات. البداية مع مربي الأسماك في بابل الذين يطالبون البرلمان الحالي بأن يكونوا مشمولين بقرار التعويض. أحد مزارعين الأسماك محافظة بابل، وضررنا تضرر شديد من عملية تفوق الأسماك سواء كانت طبيعية أو فعل فاعل. اثنين، إحنا المزارعين البسطاء أهل الدخل المحدود ساهمنا بتخفيض أسعار الأسماك من 10,000 دينار إلى 3,000 و2,000 ونص، يعني سوينا اكتفاء ذاتي للبلد وحافظنا على سعر السمك. هاي صار 3 سنين السعر أي مواطن بسيط والمقتدر يقدر يأكل سمك، ويقدر يأكل سمك مرتين وثلاثة بالأسبوع. هسه حاليا يعني لما قرر البرلمان بتعويض أصحاب الجائز، والنسبة الجائز 1% بمحافظة بابل بالعراق كله، والإجازة تكلف 25 مليون دينار عراقي. الإجازة الوحدة تكلف 25 مليون دينار عراقي. شلون الحل؟ الحل احنا هسه احنا بمشاكل، يعني مشاكل ويا أهل العلف، مشاكل مطلوبين للفقس. زين انتم ما تفكرون المشاكل باشر المحاكم احنا والجر من مشاكل محاكم القضاة، الطالب مطلوب، يعني انتم بغنى. احنا نطالب، ما نطالب تعويض، نطالب عمي منحونا سلف، سلف بدون فوائد نقدر، لكن خلينا نسدد الوادم، نفك ديوننا، نسدد العلف. في الموضوع ذاته تحدث مواطن آخر وقال إن التعويضات تقدم فقط لأصحاب الإجازات، وأن استخراج هذه الإجازة أي الرخصة للعمل ببرك الأسماء أو بالصيد إلى آخره، قال إن استخراج هذه الإجازة يتطلب دفع رشاوى. نتابع. مشكورة قناتكم اللي تابعت هذا الحدث، اللي صار الحدث هسه. يعني بالنسبة للتصويت، التصويت صارت بإجراءات مجحفة بحقنا، يعني احنا ناس على باب الله واصحاب عوائل وعلينا صكوك لأهل المعامل، واحنا ناس مربيين صار لنا سنين. بالنسبة يعني حتى جايز قدمنا إجراءاتها مجحفة حيل علينا. زين عندك علاقات وعندك واسطات تقدر تسوي إجازة. زين احنا انا من يطلب علي مبلغ 25 مليون على مود اسوي إجازة؟ لو عندي 25 مليون اشتغل بهاي الشغلة، شاشفت لي مهنة ثانية واشتغلت بيها. زين يعني مشغلين حراس، عوائل مشغلين، مقدمين، يعني مكان ما يسيعون بالشوارع شباب مشغلينهم ويانا، طالب وثاني من الناس. اي نعم اي انا من الناس، وصلنا صوتنا، انا من الناس جيت هنا بهاي الزراعة ما 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 اعطوني مجال حتى اسولف. زين قبل 5 سنوات ثاني قدمت على إجازة أو شروطه كلها كاملة وما وافقوا على إجازة. زين واحد يحكي الصراحة وبدون خوف. زين أي إجراءات بالنسبة للدوائر معقدة ومملة، مملة كلش مملة. وصلنا الآن أعزائنا المشاهدين إلى فقرة آراءكم، وستظهر أمامكم الآن مجموعة من الصور ستكون مصحوبة بالتعليق. هذه الصور هي عبارة لوثائق، هذه الوثائق عن نشطاء قالوا إن وزارة الإعمار والإسكان في الحكومة الحالية قالوا إنها قررت تغيير أسماء شركات عامة تحمل أسماء خلفاء عباسيين وتحويل ملكية قسم منها إلى الحشد. الآن نتابع وإياكم أبرز المنشورات التي كتبها عراقيون على صفحاتهم في فيسبوك، وكيف تعاطوا مع هذه القرارات الموثقة. البداية مع علاء الدين، يقول علاء: إلغاء الشركات وتحويلها للحشد، طيب وإحنا وين نروح وشنو مصير آلاف الموظفين؟
علاء الدين هنا يتحدث عن فكرة كيف أن قوة السلاح طغت في المشهد العراقي وأثرت على الواقع الاقتصادي، وللأسف صنفت الناس هذا مع هذا منحاز، هذا يتبع جهة فلانية، هذا لا يتبع، وبناء على ذلك سيتم توزيع هذه الوظائف. من هذا يبدي هذا الشاب العراقي تخوفا شديدا. إلى منشور آخر نذهب وإياكم. أبو حسين الدراجي يكتب: شركة المعتصم للمقاولات كانت من الشركات الرائدة في المقاولات الإنشائية، ولكنها بعد 2003 أهملت لأن كل المناقصات كانت تذهب للمتنفذين. أبو حسين يتحدث عن فكرة كيف أن مناقصات في بعض الشركات المملوكة للعراق كدولة تذهب للأسف لهذه الجهة أو هذه الميليشيا أو هذا الحزب. الحزب هنا يذكر على سبيل المثال شركة المعتصم التي استخرج قرار بتغيير اسمها كونها تحمل اسم خليفة عباسي. إلى منشور آخر. محمد يكتب: شنو علاقة الحشد بالشركة الإنتاجية؟ وين راح تروح الواردات يا ترى؟ ومصير موظفيها؟ عفوا محمد هنا يتحدث أيضا عن فكرة كيف لميليشيا أن تتغول بواقع الدولة الاقتصادي وتتحكم بأرزاق الآلاف من العباد، وبالتالي سيحكم هواها هذه الشركة أو تلك. إلى منشور آخر. في المنشور الرابع أراغون يكتب: ثاني خطوات لتحويل الحشد إلى مؤسسة سلطوية كالحرس الثوري الإيراني، وسيلغون دور الجيش العراقي ويقصون قادته. تلك قراءة للمستقبل يستشرفها هذا الشاب، ويرى أن هناك من يحاول أن يعزز من وجود ميليشيا الحشد بالمشهد السياسي كما هم موجودون عسكريا على هيئة ميليشيات طبعا، إضافة إلى تعزيز قدراتهم الاقتصادية بحيث يصبحون أشبه بالحرس الثوري الإيراني كما يقول هذا الشاب. إلى المنشور الأخير نذهب وإياكم، وكتبه حيدر علي. يقول حيدر: وبهذا الشيء مهندسين إيرانيين يديرون الشركة لأن طلعت من تبعية الحكومة مثل أي شركة قطاع خاص، ومو بس هاي، رح يأخذ الحشد أهم مفاصل الدولة العراقية. الجميع يتحدث أعزائنا المشاهدين عن فكرة كيف لميليشيا مسلحة أن تهيمن على طاقات وقدرات ومقدرات بلد بأكمله، لكنها لن تستطيع ذلك ولن تقوم بذلك ما لم تكن مدعومة من جهات سيادية. يقول نشطاء عراقيون. بعد قليل نذهب إياكم إلى تويتر. الوسم الإلكتروني الذي كان نشطا خلال الساعات القليلة الماضية هو هاشتاغ عيد الجيش العراقي. كيف كان الجيش وكيف أصبح؟ هذا هو حديث المغردين عبر تويتر. أعزائنا المشاهدين، الآن نقرأ عليكم أربعا من هذه التغريدات. إلى الأولى، في التغريدة الأولى مصطفى كامل يكتب: يشهد الله تعالى أن جيش العراق الأصيل كان شرف الأمة وبطلها وصائن عرضها ومالها وحاملا في الردى أثقالها. عيد الجيش العراقي. الأستاذ مصطفى كامل هنا أعزائنا المشاهدين يتحدث عن ماضي الجيش العراقي كيف كان وكيف أصبح. إلى تغريدة ثانية نذهب وإياكم، وكتبتها غادة. تقول غادة: اشتقت لجيش السابق، أما الحكومة الحالية حكومة الغوغاء والملالة التي تحتفي بهذه الذكرى، حقا إن لم تستحي فاصنع ما شئت، احتفلوا بالجيش الذي تأسس عام 2004 وليس الذي تأسس عام 1921 وحل عام 2003. هذه الشابة العراقية تتحدث بلغة من التأسف والأسى على أحزاب وجهات سياسية موجودة في الحكومة الحالية تحتفل للأسف بعيد تأسيس الجيش العراقي، وهم بحسب قولها الذين أسهموا حثيثا بتفكيك هذا الجيش. إلى تغريدة ثالثة نذهب وإياكم، وكتبها عمر. يقول عمر: نستذكر بطولات جيشنا الباسل الذي دافع عن فلسطين وحمى دمشق من السقوط بيد الصهاينة، ولم يترك ملحمة بطولية عربية إلا وشارك فيها للدفاع عن أمتنا العربية.
نستذكر كيف سحق جيشنا جيش الخميني في القادسية الثانية لشرف عظيم أن أبي كان من أبطاله وعمي أحد مفقودي معركة القادسية. عيد الجيش العراقي. الآن نذهب وإياكم إلى التغريدة الأخيرة. في التغريدة الأخيرة معنا في هذا العدد من تواصل دوت كوم أعزائنا المشاهدين حمدي يكتب: زمان كان عندنا جيش قوي، أما الآن فلا جيش عندنا بل ميليشيات وقحة. مسألة واضحة وتغريدة لا تحتاج إلى أي شرح. بعد الفاصل نذهب وإياكم إلى المقاطع المصورة. ذكرى تأسيس الجيش العراقي، معلومات لا بد أن نطلع عليها معا. في المقطع الآتي: ما تسمى بسياسة فرض الإيرادات تعيق تشكيل حكومة عبد المهدي. ناس تجر بالطول وناس تجر بالعرض، احنا ما ندري هاي الحكومه شو بتتشكل. زين وهذا المواطن هذا الهيكل واقع بيه خطيه وذول الفقره. وفق سياسة فرض الإيرادات لا يزال الشعب العراقي يعالج واقعه في دائرة الانتظار. هناك من يقول إن إرادة أمريكية تتدخل، وآخر يقول إن إرادة إيرانية تتنازعها أيضا، إلى جانب وجود إرادات أخرى. فمتى ستكون الإرادة عراقية محضة ويكون الحديث المكتوب على ورق إنجازات على الأرض وحلم عراقي لا يزال قائما؟ لكن الواقع يقول
إن حكومة عبد المهدي لا تزال إلى الآن بلا أي إنجازات تسجل. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من برنامجكم التفاعلي اليومي تواصل.com. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.